ابو الفوارس. نعم. هابي نيو يير. اشوفك. لك عيد الصداقة العالمي. تفضل. دراويش دراويش يا خيي دراويش على الخبز والمي يا خالي بنعيش دراويش دراويش يا خيي دراويش. شو الأسلوب اللي ممكن تستعمليه معها إذا حسيتيها متضايقة زعلانة؟ بعمل كل الأساليب الحلوة اللي أراضيها. كيف؟ يعني مثلاً لا زعلانة، شو قولي لي شو مالك؟ بصير أنكت وأضحك أنا وياها مشان أنسيها كل شيء. بفرجيه إنه أنا صاحب ما بقدر فيه، يعني وقت الشدة بلاقيني حد، هاي أساس الصحبة. نقول له خلص شو اللي مزعلك؟ خلص روّع، ما في شيء مش سهل. أكثر من أسلوب، بركض بإيدي بالجاي لأكسبه لأرضيه لحتى يعني طلعه من الجو اللي هو فيه إذا زعلان مني أو أي شيء. بسأله شو مضايقه شو زعجه وبسمع له وبحاول إذا أنا في شيء يعني أقدر أعمله عشان هي ما تضل متضايقة أكيد أنا بقدم لي إياه. عمي كم صاحب عندك؟ والله عندي كذا صاحب بس مش كل صاحب صاحب. صحبة ما في، أنا بالنسبة إلي. والله أنا إلي أصحاب كتير. طيب لما تحس حالك تعبان بتروح عند صاحبك؟ إذا كنت عارف هذا الصاحب بيلتجأ له. إيه أكيد. بتحكي له اللي بقلبك، بتحكي له المتضايق منه بس هي يعني ممكن تروح تحكي لصاحبك وما تحكيش لأهلك. طيب حجي، عندك أصدقاء من برات المخيم من غير جنسيات ولا؟ بلا، إلي وحدة صاحبتي عنصرية. هي هلا كنا عندك كثير صاحبتي، هي واسكن منا يعني كثير بنحبها وبتحبها. لبنانية من لأن أنا تعلمت بمدرسة لبنانية الثانوية الأهلية وكان عندي أصدقاء كثير منها. عندي لبناني وعندي سوري وعندي إنه حتى طوائف يعني. أنا بحب أتصاحب مع يعني أي حدا يكون من جنسية ثانية، بحب أخش بالواحد، بحب أعرف كل شيء. شو اللي استفدتي منه إنك تتصاحبي مع حدا من غير جنسية؟ جماعتنا السوريين يعني مجتمعنا غير مجتمعنا، بس رغم هذا قدرنا نتأقلم معهم ونعيش معهم. العراس غير، جو غير عن جونا، بس إنه حبيت جون. يصير عنا لغة جديدة وثقافة جديدة وناس حلوة. حس حالك بتلاقي حالك إنه لما مثلاً تشتغل مع جنسية تانية بتلاقي حالك إنه ما في تمييز عنصري بيناتنا وشغل وفي محبة وفي تقدير يعني بين جهتين. شو أعظم موقف لك مع صاحب؟ كنا سهرانين سهرة أم وقعوا لي الدكر الكنار وكنت معلقه أم خرس أم طول السهرة نحكي خرس الدكر خرس الدكر. هذا أحلى موقف صار معنا يعني، وفي مواقف كتيرة بس نسيانة يعني. أعظم موقف إنه غرقته بالبحر، رحنا أنا وياه على البحر وغرقته. هيك نكزر صوب طريق المطار ومرة يعني هي شغلة ولدني كانت بهذاك الوقت إنه يعني كيف الواحد بده يطالع مصروفه، وكانت بهذاك الوقت أيامنا كانت الوقت ضيقة، عم نقص شريط كهرباء ومدت كهربنا اثنين. ليه كنت عم تقص شريط الكهرباء؟ من شان نقصه نبيعه. نقعد نلعب شدة، بناتنا واحد متعصب من الشدة يعني. فكنا قاعدين وهيك، كان عنده دقنه أهم شيء يعني عنده، فلعبنا على دقنه واتفقنا كلياتنا الشباب إنه نخسره لحلقه دقنه، فخسرناه وحلقنا له دقنه على الصفر يعني وصورناه فيديو وضحك وزناها وهيك. كنا بالبحر مرة اتفقوا علي وعن جد غرقوني وقتها، بس أما حسني عم بغرق إجا هو اللي أنقذني وطلعنا. هي كان شعور غريب. مرة زعلت على صديق وليش؟ قول هلا بالوقت الحاضر ما في، بس إنه الأصدقاء اللي خسرناهم هي بالحروبنا اللي ألطت يعني. أنا من جيلي كانت هي حرب المخيمات هي اللي تأثرنا فيها، خسرنا شباب يعني زينة الشباب. أنا ما زعلت عليه، زعلت على فراقه. شو حسيت بوقتها لما فل؟ بنقص يعني، كنا لما كنا نجتمع يكون هو اللي ناقص بناتنا يعني، بدل ما يكون قاعد معنا ندق له فيديو على التليفون وهيك بس. زعلت عليها لأنه أنا كنت فكرتها رفيقة منيحة، طلعت هي لا. فهذا الشيء اللي بزعلني دايما. حرق وهو مش بقصده انحرق وزعلت عليه. تركوه أهله وسافروا وهي لحالها يعني. عشان هيك زعلت يعني، وأنا بوقف بكون حدها وجنبها. شو معنى الصداقة لك؟ يكون وفاء والإخلاص. هيك الصداقة أنا بحبها. الصداقة صدق. تكونوا أخوة، تكونوا حبايب. يكون في بنات ثقة والحب والتفاهم إنه وما يكسبوا على بعض.
أنا هيك بالنسبة لي.